بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وكل سنة وانتم طيبين، يا رب تكونوا بخير. بشكر كل اللي بيدخل في القناة، بشكرهم جميعا وبتمنى لهم كل خير، منهم المطبخ المصري البسيط أم منار وعشر دقايق وبس، وأم سفيان، قنوات تانية زي ميادة سمك، رهف عمري، منوعات أم محمد سامي ثاني، يوم من حياتي، ست ستات نونة، حوادية شمس النهار، مرايتي، مطبخ أمانة بوشادي، موها كيتشن، نعيمة تي في، مطبخ الأسرار والتكات، منى بالعز، مطبخ مروة حسين وغيرهم، والملكة الشامية. معلومات قصة مع سارة وشيف نونة، البيت المصري أم نور، تكات وأكلات فطوم، فكرة عميرو، وبوبوس ناصر، وابدعي مع آلاء، وغيرهم من القنوات، وكوكو شانيل. بتمنى لهم كل خير، ويا رب كل ينجح ويحقق كل اللي نفسه فيه. جيب طاسة او زي ما انتم شايفين الحلة اللي احنا هنعمل فيها، ونجيب مقاديرنا النهاردة اللي هي عبارة عن رطل لبن، معلقتين دقيق، معلقتين زبدة او سمنة، ونبدأ الوصفة بتاعتنا. بتمنى انها تعجبكم. ومعلقتين جبنة موتزاريلا بس يكون نوع كويس. قبل ما نبدأ الفيديو، بسم الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. زي ما احنا شايفين بتمط، هنجيب طاسة ونحط فيها معلقتين زبدة أو سمنة، ومعاها معلقتين دقيق، ومش هنستنى على طول، هنحط عليهم اللبن السائع العادي بعد ما كنا غليينه وسبناه لما يبرد، ونقلب بسرعة عشان ما تتكتلش. وكون مجهزة معلقتين موتزاريلا عشان احطهم على الخليط. وادي الجبنة الموتزاريلا هنحطها، واحطهم بس يكونوا نوع كويس عشان يديني مطة حلوة. شايفين المطة بتاعته جميلة ازاي؟ ممكن تضاعف الكمية، يعني لو عايزة تجيب رتلين لبن وتحط عليهم اربع معالق بدل معلقتين، هتحط اربع معالق جبنة موتزاريلا، معاهم اربع معالق دقيق، معاهم طبعا قبلهم بتحطي الزبدة المعلقتين، الاربع معالق زبدة واربع معالق او سمنة سواء ده او ده. شايفين المطة جميلة ازاي وشكلها روعة فعلا، وهتديكي نتيجة حلوة سواء في البيتزا او في اي حاجة هتعمليها ومحتاجة ان انت تعملي جبنة موتزاريلا. هنجيب الجبنة الموتزاريلا اللي احنا عملناها وهنحطها في المبشرة، شايفينها متجمدة ازاي، وبدأت ابشرها كلها، كل الجزء اللي انا عملته بشرته عشان استخدمه في اي وصفة، واحطه في الفريزر، وفي اي وصفة اعملها سواء مكرونة بشاميل سواء بيتزا، اي حاجة عايزة تدخلي فيها جبنة موتزاريلا، او اي حشوة ممكن تعمليها كحشوة في المعجنات
هتبقى جميلة وهتعجبك. طالما هناخدها في الوصفة بتاعتنا ندخلها بقى في أي حاجة، ممكن كمان في المعجنات بتدخليها، ممكن بتدخليها في كرات البطاطس، ممكن أصابع البطاطس، الجبنة الموتزاريلا بتدخل في أي حاجة، بتديلها مطة وطعم جميل. المرة الجاية إن شاء الله هاجيلكم وأعمل لكم إن شاء الله البيتزا، أو أعمل أي نوع من الأنواع المعجنات أو كرات البطاطس. جميلة في كرات البطاطس لما تدخليها وتعملي البطاطس فيها، تحشيها بيها، بتديك المطة الجميلة. بتمنى الفيديو يعجبكم، هنعمل فيديو جديد بعد كده للوصفة بتاعت البيتزا، وازاي عملنا من الجبنة الموتزاريلا اللي احنا بنعملها الاقتصادية في البيت، عملنا بيها بيتزا هتعجبكم ان شاء الله وبإذن الله جميلة وهيعجبكم طعمها. والى اللقاء في فيديو جديد، وكل سنة وانتم طيبين، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد من منوعات دود ابراهيم. وكل سنة وانتم طيبين، رمضان على الابواب، يا رب كلنا نكون بخير ويعود علينا الايام بخير. بتمنى لكم كل صحة وكل ايام سعيدة باذن الله، ويا رب يكون شهر كلنا فيه نحب بعض ونخاف على بعض. وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.